أكد الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة خلال مداخلة هاتفية في برنامج وطني أن ارتفاع حالات الإصابة في الفترة الأخيرة سببه التراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية، مشددا على أن اتباع التعليمات الصحية واجب وطني للحد من انتشار الفيروس. يعني الجميع يدرك أن الأحيان صار في خبرة في المجتمع البحريني بأن يعني زيادة الأعداد أو يعني خلينا نقول زيادة الضغط بالنسبة للمصابين نتيجة عدم الالتزام للأسف في معايير التباعد الاجتماعي، وكذلك وجود التجمعات العائلية الكبيرة اللي فعلا ساهم بشكل كبير في ارتفاع أعداد الحالات القائمة. نشوف احنا كمجتمع بحريني وجدنا متى ما صار في هناك التزام بالمعايير اللي يعني يقوم الفريق الوطني بتبيانها نشوف الأعداد تقل، والحمد لله المعايير اللي للانتشار تقل كذلك. ولكن متى ما بيكون هناك عدم التزام وفي هناك تهاون وفي هناك تراخي في تطبيق يعني هذه خلينا نقول الاشكال من الاحترازات والاجراءات الضروريه اللي احنا يعني دائما كفريق ننبه عليها، نجد ان الاعداد طبعا ترتفع. فهذه طبعا الارتفاع الان في الاعداد هذه هو يعني للاسف هو يعني نتيجه التراخي، نتيجه التهاون. وانا من قبل يمكن في يعني احد المؤتمرات وجه السؤال، فأنا قلت السؤال إن الناس تبي تصفر الحالات أو تنزل عدد الحالات، فقلنا والله إذا كان هناك في صفر تهاون صفر يعني استهتار صفر تراخي بإذن الله عامة إحنا بنوصل. أنا ما زلت عامة نؤمن في 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 المجتمع البحريني، ولكن إحنا نحتاج من المسؤولية والإحساس أكثر، وإن الجميع عامة كذلك يعني من الأشياء اللي أثارها أخوي فواز إنه يدرك الشخص من الآن أن كل ما زيد الحالات يصير في هناك ضغط يعني أكبر على الكوادر الطبية والصحية بشكل عام. أنا أعتقد أن يعني الآن التزامنا هو من أجل يعني هذه الأرض اللي إحنا عشنا فيها، هو واجب الآن، هذه واجب وطني، مسؤولية مجتمعية تجاه الفرد لنفسه أولا وأفراد أسرته ومجتمعه كذلك عامة. أنا أعتقد أن التجاوب مع قضية الالتزام بالتعليمات بيحافظ على قدرة كذلك مثل ما خبرنا قدرة الكوادر الطبية اللي قاعدة تشتغل من أول ما بدأت الأزمة لحد اليوم، يحتاجون من يساندهم، يحتاجون من يقف معاهم عامة، هذه الناس في الصفوف الأولية سواء من الكوادر الطبية أو حتى من الشرطة أو جميع الناس اللي قاعدة تخدم في هالبلد وعينهم سهرانة 24 ساعة، بتكون في لهم يعني التزامنا بيكون يعني يد بيد معاهم إن شاء الله.